خير خير يا أمشير، داخل بزعبيبك ليه؟ زهقان ومش طايق نفسي يما. ليه يا أمشير؟ موهبتي مدفونة يما وعايزة تظهر للنور. موهبة؟ موهبة ايه يا أمشير اللي المدفونة دي؟ الغنى يما. هو الجعير ده بتسميه موهبة يا ولا؟ كسر انت بس في مقاديفي. اشمعنى ام شاكوش وبيكا ما عملوش زيك ليه؟ هما شجعوا ولادهم لحد ما وصل. ايه ده؟ مين دول يا ولا؟ ووصلوا فين؟ وصلوا للمجد يما. مجد؟ مجد ايه ده يا ولا اللي بتقول عليه؟ قصدي الشهرة والفلوس يما، الموني الارجاع. يا لهوي، ايه ده يا ولا؟ لسانك اتعوج كده ليه؟ ده انت يا حبيب امك سواق توكتك قد الدنيا. سواق وقد الدنيا يما. انا نفسي اغني واعمل ترند زي اللي بيقول عامل نفسي مش داري، كله بعمى في الشاري، يا الشيكات ممضيه. قطعت الترنك؟ ترنك ايه يا ولا؟ ما عندك في الدولاب ترنكين وشيكات ايه اللي ماضيها يا ولا؟ اوعى تكون مضيت حاجه يا امشير. يا لهوي، هتروح في داهيه يا ولا. اسمه ترند ياما، يعني حاجه كده بتعمل ضجه والناس تقلدها. وها زيطه، ويا السلام بقى لو كسبت هبقى المطرب امشير. ده انا بفكر اكلم بعجر. واد يا امشير، سيب بعجر في حاله وابعده عن دماغك دي. يا ماما، هو وبعجر دماغهم فكة أصلا. أحسن ما بقى دم تقيل. أنت دمك خفيف أصلا يا أمشير، بس بلاش تقليد، التقليد ده أعمى. مين قالك إنه أعمى؟ ده مفتح أهو، حتى اسمع الحتة دي. إيه أنا واقف تحت البيت وحشتيني. من دي اللي وحشتك يا ولا؟ اوعى تكون هتتجوز من ورايا. جواز إيه ياما؟ وانا حلت حاجه غير التوك توك وحنجرتي الذهبيه؟ طب سمعنا حاجه يا ابو حنجره ذهبيه. بقولك ايه، بلاش تتريق والنبي، اتكلم على قدك. احترم اخوك الكبير يا امشير، اسمه الاستاذ ايمن. استاذ؟ هو طالب في معهد الخدمه الاجتماعيه. امال لما يتخرج هتقولي له ايه؟ يا ست اللواء. يا تقول دمك يا بايخ. بكره تشوفي البايخ ده هيبقى ايه. هتبقى ايه؟ امشير مطرب مهرجانات يا خفيف. طيب اضحك، بكرة تشوف. وبعدين يا امشير، يلا يا واد انت وهو تعالوا اتغدوا. طب خلنا ايه يا حاجة؟ محشي يا ولا، عاملالكوا محشي. بس المحشي دي هيطخني وانا لازم احافظ على رشاقتي، امال هغني ازاي؟ الهي يتخن مخك يا امشير، تعال يا واد كل. لذيذ، احلى محشي باكله من ايدك يا امه. بالهنا يا حبيبي، كل. وانت بقى مين اللي هيكتب لك اغانيك ان شاء الله؟ بعجر. بعجر. بعجر السمكري. يلا على خيرة الله. ايه خلصتوا تريقة؟ بكرة تسمعوني ولا مكسر السوق؟ يا ابني بعجر السمكري هيوديك في داهية. انت سمعت الكلمات بتاعته اللي كتبها؟ لا سمعني. اسم الاغنية زعبيب امشير. ايه زعبيب ايه؟ ودي اغنية ولا طبخة؟ يخف دمكو. طيب ما تزعلش، قول يا فنان. زعبيب امشير رايحة ومش جاية. خلاص يا امشير اسكت بقى يا ابني. بقولك ايه، خدها نصيحة من ام، يمكن ما بعرفش اقرا ولا اكتب بس بفهم وبحس يا ابني. سيبك من الجو الغنى والتقاليد، والفلوس هتيجي من غير تعب. الفلوس اللي بجد اللي الواحد بيشقى بيها يا ابني، ساعتها بتحس بقيمتها وربنا بيبارك فيها حتى لو قليلة. اسمع كلام امك يا امشير. فصلتيني من مودي يا امه. والله انا لو ما كملتش في طريق الغنى ده، عارفة هيجرالي ايه؟ ايه يا ابني؟ هكتئب وهشرب بانجو. لا يا ابني، بقولك ايه، غني براحتك، انا نصحتك وانت حر.
ألو يا بعجر. تعال لي يا فنان، الكلمات جاهزة بس إنما إيه حاجة كده معتبرة. استنونا في الجزء الثاني من زعبيب أمشير.